السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع بعض الجزء اللي بدأناه. كنا توقفنا في اللقاء الأخير عند الجزء الخاص بالأوامر الإنتاجية. كنا بدأنا في الأوامر المراحل الإنتاجية، وكنا كلمنا قبل كده الفرق إيه ما بين نظام الأوامر ونظام المراحل. نأكد على الفروضية الثانية. في نظام الأوامر لا يتم الإنتاج إلا بعد وصول طلب أو أمر من العميل بيحدد فيه المواصفات والكميات المطلوبة. أما في نظام المراحل الإنتاج فيه بيكون للسوق حسب خطة إنتاجية معينة بيتم إعدادها في بداية كل فترة، زي المجال بتاع الصناعات الكيماوية، الغزل، النسيج، البترول، الحديد. يبقى الإنتاج ليس لعميل محدد ولكن الإنتاج فيها للسوق. في نظام الأوامر الإنتاج فيها غير نمطي، يعني غير متشابه، لأن ده بناء على أمر من كل عميل، فكل عميل بيحدد الحاجة اللي هو عايزها والشروط بتاعتها ومواصفاتها. أما في نظام المراحل الإنتاج بيبقى نمطي، يعني الإنتاج متشابه أو متجانس، لأن الإنتاج بيكون مش لعميل معين، الإنتاج في السوق وبالتالي الإنتاج موحد. في نظام الأوامر المواصفات بتاعة المنتج غير محددة والإنتاج مش بالحجم الكبير. أما في نظام المراحل لا، الإنتاج في السوق. طالما الإنتاج في السوق يبقى أو الإنتاج للسوق معناها الإنتاج هيكون مواصفاته محددة ويكون الإنتاج أيضا بحجم كبير. طيب لما أجي أتكلم على تكاليف المراحل، في مصطلح في المراحل اسمه الانتاج المتجانس. في مصطلح اسمه الانتاج المتجانس. الانتاج المتجانس عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن كل الوحدات التامة زائد ما يساوي الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يبقى الانتاج المتجانس دي المحاضرة رقم 20، دي تابع المحاضرة 20 اللي احنا كنا اتكلمنا فيها على فروق التحميل وبدأت فيها تكاليف المراحل. يبقى في مصطلح اسمه الانتاج المتجانس. ما هو الانتاج المتجانس؟ فنقول الانتاج المتجانس هو كل الانتاج التام زائد ما يساوي الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يعني لو بدأنا الانتاج على 2000 وحدة، بدأنا الانتاج على 2000 وحدة في المرحلة 1000، تم منها خلال الفترة 1500 مكتملين، وما زال تحت التشغيل اخر الفترة 500 وحدة، مستوى اتمامهم 40%. يبقى بدأنا الانتاج على 2000 وحدة في المرحلة 1000، اكتمل منها خلال الفترة 1500 وحدة، يبقى باقي 500 وحدة ما زالوا تحت التشغيل، مستواهم كام او مستوى اكمالهم كام؟ قال مستواهم 40%. معنى كده ان الانتاج المتجانس عبارة عن كل الانتاج التام اللي هو ال 1500 بالكامل زائد اخذ الانتاج اللي هو تحت التشغيل واضربه في نسبة الاتمام. اخذ الانتاج تحت التشغيل واضربه في نسبة الاتمام.
يبقى 1500 بالكامل زائد ال 500 ضرب مستوى 40% يبقى 1700 واحده متجانسه. يعني كاني بقول ان ال 1500 واحده المكتملين وال 500 واحده اللي مستواهم 40% يعادلوا كما لو اني انتجت 1700 واحده انتاج تام. طيب ازاي ان انا اعمل تقرير خاص بالانتاج المتجانس او تقرير خاص بصفه عامه بالمراحل؟ المراحل عشان اطلع التكاليف بتمر بخمس خطوات. التقرير بتاع المراحل بيمر بخمس خطوات. الخطوة الأولى بحدد التدفق المادي للإنتاج. يعني بقارن أنا بدأت إنتاج أول الفترة على كام وحدة وآخر الفترة سلمت كام وحدة سواء كان تام أو غير تام. فبحدد الاول التدفق المادي. اثنين بحدد الانتاج المتجانس اللي احنا قلنا عليه، كل الانتاج التام زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. ثلاثة بحدد اجمالي تكاليف المرحلة. اربعة بحدد متوسط تكلفة الوحدة الواحدة كام. خمسة بحدد الانتاج اللي اكتمل كام تكلفته واللي تحت تشغيل تكلفته كام. طب ركزوا كده معايا في المحاضرة ديت الله يكرمكم، هي المحاضرة رقم 21. ده مثال شامل على ازاي ان انا بطلع تكلفة الوحدة المتجانسة وبطلع تكاليف الانتاج كام التام قد ايه والغير كام. يقول لي هنا مثال، افترض ان الوحدات التي بدأ عليها التشغيل في المرحلة C في فترة التكاليف عبارة عن 10,000 وحدة. يبقى انا بدأت الانتاج بتاعي على 10,000 وحدة. بدأت الانتاج على 10,000 وحدة. خلال الفترة اكتمل من الانتاج ده 8,000 وحدة انتاج تام. اكتمل 8 انتاج تام. يبقى باقي من العشرة 2000. يعني ال 2000 ما زالوا انتاج تحت التشغيل. ما زالوا انتاج تحت التشغيل. مستواهم 80% مكتملين من المواد و 60% مكتملين من باقي تكاليف التحويل. اللي هي الاجور والتكاليف الغير. واللي لو علمت ان اجمالي التكاليف الخاصه اللي اتصرفت الفتره دي على المواد 38,400 وعلى تكاليف التحويل 18,400. المطلوب بيقول لي اعداد تقرير انتاج وتكاليف عن تلك المرحله. ناخدها واحده كده واحده مع بعض. اول حاجه الخطوه الاولى اللي اتفقنا عليها هي عباره عن التدفق المادي. يعني ايه التدفق المادي؟ قارن انت بدات شغل على كام وحده اول الفتره وسلمتني كام وحده اخر الفتره. انا بدات شغل على اول الفتره على 10,000 وحده واخر الفتره سلمتك 10,000، بس ال 10,000 اخر الفتره عباره عن 8,000 مكتملين و2000 ما زالوا تحت التشغيل. 8 مكتملين و2000 ما زالوا تحت التشغيل، اجماليهم برضو 10. الخطوة الثانية، تعالوا نحدد الإنتاج المتجانس. تعالوا نحدد الإنتاج المتجانس. اتفقنا قلنا الإنتاج المتجانس
هو كل الانتاج التام. يبقى كل الانتاج التام متجانس زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. طيب واحدة واحدة، انا انتجت 8000 وحدة مكتملين وفي 2000 وحدة ما زالوا تحت التشغيل. طيب ال 8000 وحدة المكتملين مقدار استفادتهم كام من المواد؟ 100%. طب ومقدار استفادتهم قد ايه من تكلفة التحويل؟ برضه 100%. يبقى الوحدات التامة دايما بتكون استفادت 100% من كل عناصر التكلفة. يبقى الوحدات التامة هتكون استفادت 100% من كل عناصر التكاليف. يعني استفادت 100% من المواد و100% من تكاليف التحويل. طب تحت التشغيل اخر الفترة، انا عندي تحت التشغيل اخر الفترة 2000 وحدة. طب ال 2000 وحدة دول استفادتهم قد ايه من المواد؟ معطى اللي استفادوا 80% من المواد. استفادوا 80% من المواد. يبقى اخد ال 2000 واضربهم في 80% يطلع لي 1600 وحدة متجانسة من المواد. طب استفادوا قد ايه من التحويل؟ اخد ال 2000 وحدة واضربهم في نسبة الاستفادة او نسبة الاتمام من تكاليف التحويل. يبقى ال 2000 ضرب 60% هتساوي 1200 وحدة. طب اقدر دلوقتي اطلع كام وحدة متجانسة من المواد وكام وحدة متجانسة من تكاليف التحويل؟ كم وحدة متجانسة من المواد؟ 8000 وحدة مكتملين و1600 وحدة تحت التشغيل. يبقى اخد ال 8000 زائد ال 1600 يبقى اجمالي الوحدات المتجانسة من المواد 9600 وحدة متجانسة. 9600 وحدة متجانسة. طب قد ايه من تكاليف التحويل؟ ال 8000 وحدة المكتملين زائد ال 1200 وحدة يبقى 8 زائد 1200 9200 وحدة متجانسة. يبقى عدد الوحدات المتجانسة من المواد 9600 ومن تكاليف التحويل 9200 اللي هي عبارة عن ايه الاثنين دولت؟ عبارة عن الوحدات التامة زائد ما يساويه الانتاج تحت التشغيل من انتاج تام. يعني كل الوحدات التامة زائد الانتاج تحت التشغيل في نسبة اتمامه او نسبة اكتماله. طب الخطوة اللي بعد كده التكاليف. تكلفة المواد 8400 معطى والتحويل 18400 معطى، اجمالي التكاليف 56800. الخطوة اللي بعد كده عايز اطلع تكلفة الوحدة المتجانسة كام. تكلفة الوحدة المتجانسة عبارة عن، عايز اعرف كل وحدة متجانسة من المواد كلفتني كام.
وكل واحدة متجانسة من التحويل كلفتني كام؟ قال لي كل واحدة متجانسة من المواد خد تكاليف المواد اقسمها على عدد الوحدات المتجانسة من المواد، يبقى 38,400 هقسمها على 9,600 هتساوي 4 ريال لكل واحدة. يبقى كل واحدة متجانسة من المواد مكلفاني 4 ريال. طب متوسط تكلفة الوحدة من تكلفة التحويل، اخد تكلفة التحويل اللي هي 18,400 واقسمها على عدد الوحدات المتجانسة من تكاليف التحويل اللي هي 9,200، هلاقي ده بيساوي 2 ريال لكل وحدة متجانسة. يبقى كل وحدة متجانسة من المواد تكلفتها 4 ريال ومن تكاليف التحويل 2 ريال. طيب الخطوة اللي بعد كده، الإنتاج التام بقى تكلفته كام؟ والإنتاج تحت التشغيل تكلفته كام؟ قال الإنتاج التام، مش أنا أنتجت 8,000 وحدة إنتاج تام عشان أطلع تكلفة ال 8,000، طب ما هو ال 8,000 وحدة دول لهم تكاليف من المواد وتكاليف من التحويل. اخد ال 8,000 واضربها في تكلفة الوحدة الواحدة من المواد 4. 8,000 في 4 ب 32,000. واخد ال 8,000 واضربها في تكلفة الوحدة من تكاليف التحويل اللي هي 2. جبنا منين الأربعة والاثنين اللي احنا لسه حاسبينهم اهو. 4 ريال كل واحدة متجانسة من المواد و2 ريال كل واحدة متجانسة من تكاليف التحويل. يبقى التكلفة الإنتاج التام 8,000 وحدة في 4 ب 32,000. و2000 وحدة في 2 ب 16,000. مجموعهم 48,000 ريال. يبقى تكلفة الإنتاج التام 48,000 ريال. طيب تحت التشغيل، طيب تحت التشغيل هيبقى كام وحدة متجانسة من المواد تحت التشغيل؟ اهي 1,600. وكام وحدة متجانسة من تكاليف التحويل؟ 1,200. اروح واخد ال 1,600 اللي هي بتاعت المواد واضربها في تكلفة الوحدة المتجانسة الواحدة 4 ريال. واخد ال 1,200 بتوع تكاليف التحويل واضربها في تكلفة الوحدة الواحدة اللي هي 2 ريال. يبقى تكلفة تحت التشغيل من المواد 6,400 ومن تكاليف التحويل 2,400. الإجمالي 8,800 ريال. يبقى أنا جبت كده الجزء الخاص بتكلفة الإنتاج التام من عناصر تكاليف كام ومن تكاليف الإنتاج تحت التشغيل من عناصر تكاليف كام. أي استفسار يا جماعة؟ في المحاضرة رقم 22 يهمني فيها موضوع واحد فقط، هي الصفحة دي، هي الشريحة دي فقط، وهو مستوى إضافة المواد في نظام المراحل. في نظام المراحل الإنتاجية، في نظام المراحل الإنتاجية، في نظام المراحل الإنتاجية لازم يكون عندي معلومة وقت إضافة المواد في المرحلة. في
في عندي اربع مستويات لاضافة المواد في المراحل الانتاجية. في عندي اربع مستويات لاضافة المواد في المراحل الانتاجية. يا اما اضيف المواد في بداية المرحلة، يا اما بتضاف المواد في نهاية المرحلة، يا اما بتضاف المواد باستمرار او بانتظام خلال المرحلة، يا اما بتضاف المواد عند مستوى معين، عند مستوى اتمام معين، يعني عند 10%، عند 20%، عند 30%. انا يهمني او ايه المطلوب مني؟ انا اللي مطلوب مني اعرف مدى او نسبة استفادة الانتاج تحت التشغيل قد ايه من المواد. يبقى لازم اعرف المواد بتضاف امتى، وبناء عليها الانتاج تحت التشغيل نسبة اتمامه او نسبة استفادته كام. لو المواد بتضاف في بداية المرحلة، يعني أول ما أبدأ أشتغل بضيف المواد، يبقى كل الإنتاج تحت التشغيل أيا كان مستوى إتمامه استفاد 100% من المواد. يبقى كل مستويات الإنتاج تحت التشغيل استفاد 100% من المواد. يعني لما اجي اقول لك كده، تضاف المواد في بداية المرحلة، وهناك انتاج تحت التشغيل اخر الفترة مستوى اتمامه 20%، استفاد قد ايه من المواد؟ اي انتاج تحت التشغيل هيكون استفادته 100% من المواد. ليه؟ لان انا بضيف المواد عند بدء التشغيل. يبقى كل الانتاج تام وغير تام 100% من المواد. طب الحالة التانية، لو بضيف المواد في نهاية المرحلة، لو بضيف المواد في نهاية المرحلة، يبقى أي إنتاج تحت التشغيل مستوى او نسبة استفادته من المواد 0%. ليه؟ لان لما اجي اقول الاضافة لما الانتاج في نهاية المرحلة، معناها ان الانتاج وصل 100%، يبقى كأن الانتاج التام فقط هو الاستفادة. كأن الانتاج التام فقط هو الاستفادة. يبقى أي إنتاج تحت التشغيل، أي إنتاج تحت التشغيل مستواه أو نسبة استفادته من المواد 0%، لأن المواد بتضاف إمتى؟ في نهاية المرحلة. طيب رب، لو المواد بتضاف باستمرار او بانتظام، لو المواد بتضاف باستمرار او بانتظام، هيكون نسبة استفادة الانتاج تحت التشغيل من المواد هي نفس مستوى اتمامه. يعني لو انتاج تحت التشغيل مستوى 20%، خد قد ايه من المواد؟ 20%. طب مستوى 30%، خد قد ايه من المواد؟ 30%، وهكذا.
طب لو بتضاف المواد عند مستوى معين، لو بتضاف المواد عند مستوى معين، يبقى يا مثلا انا بضيف المواد لما الانتاج يوصل 40%، يبقى اي انتاج وصل 40% خد 100% من المواد، اللي لسه ما وصلش يبقى 0% من المواد. يبقى انا لو بضيف المواد عند مستوى معين، يبقى اي انتاج وصل للمستوى ده خد 100% من المواد، اي انتاج ما وصلش للمستوى ده يبقى 0% من المواد. تاني، مستوى اضافة المواد، لو المواد بتضاف في بداية المرحلة يبقى كل الانتاج تحت التشغيل خد 100% من المواد. لو المواد بتضاف في نهاية المرحلة يبقى اي انتاج تحت التشغيل خد 0% من المواد. لو المواد بتضاف بانتظام او باستمرار يبقى نسبة اتمام او نسبة اكتمال الانتاج تحت التشغيل هي نفس نسبة الاستفادة. لو المواد بتضاف عند مستوى محدد، لو المواد بتضاف عند مستوى محدد يبقى اللي هيوصل للمستوى ده خد 100% من المواد، واللي ما وصلش للمستوى ده 0% من المواد. واضح يا جماعة؟ حد عنده استفسار؟ كده احنا هنقف عند المحاضرة رقم 23، ديت مش مطلوبة، هنبدأ بكرة ان شاء الله المحاضرة 24 بإذن الله. الأسبوع القادم، محاضرتين الأسبوع القادم، هنكون خلصنا المقرر بتاعنا ان شاء الله. هيكون بعيدنا لقائين، هناخدهم في الأسبوع اللي بعد اللي بعده في المراجعة، يعني هنسيب أسبوع كده تراجعوا فيه وتذاكروا فيه، وبعد كده ناخد محاضرتين مراجعة وأسئلة إن شاء الله. حد عنده أي استفسار؟ أي استفسار يا شباب؟ اسألي او اسأل، اتفضل يا اخو سالم. ما فيش حاجة اسمها نماذج اختبارات، هي في حاجة اسمها اسئلة اضافية على الموضوعات اللي احنا درسناها. ما فيش حاجة اسمها اسئلة نماذج اختبارات. اسأل اللي انت عايزه.
ده ما كانش في السؤال ده ما كانش في التكلفه الثابته اللي هي تقول 60,000 زائد 40 تقسيم 5 على 20. دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن نقطه التعادل على امثله على التعادل اللي هي كانت ده مثال على التكلفه اسف قيمه المبيعات اللي اتحقق لربح 40,000. قيمه المبيعات اللي اتحقق لربح 40,000. كنت بقول التكلفه الثابته 60 زائد الربح المستهدف 40 تقسيم اقسم انت 5 على 20 على الاله الحاسبه تطلع 25%. يبقى 60,000 زائد 40 تقسيم 25%. دي اسمها قيمه المبيعات التي تحقق رقم ربح مستهدف. ده كان على الحالات اللي كنا بناخدها على التعادل مشتقات. المعادله دي كانت خاصه بالمطلوب ما هي قيمه المبيعات التي تحقق ربح للشركه 40,000. فكان هامش المساهمه 5، سعر البيع كان 20، فنسبه الهامش 5 على ال 20 يعني 25%. يبقى 60,000 زائد الربح المستهدف 40 تقسيم 25% يطلع لي قيمة المبيعات اللي تحقق ربح مستهدف. انت حسب انت بتقسمها ازاي للآلة الحاسبة. يعني 60 و40 ادي 100,000. لما تقسمها على 25% تطلع 400,000 ريال. هي الخطأ طريقة القسمة اللي انت اشتغلت بيها. الأول لو اجمع 60 زائد 40 بالآلة الحاسبة معايا اهوت 100,000. تقسيم 25% يعني تقسيم 0.25 أو 0.25 أو العلامة 2.5 للعشرة. هنلاقي ديت بتساوي 400,000 ريال. هي بس استخدامك ازاي للآلة الحاسبة. احسب الاول النسبة. خد الاول كده 5 تقسيم 20. اعملها بالآلة الحاسبة هتلاقيها 0.25. خد بعد كده ال 100,000 تقسيم 0.25 هتساوي 400,000 ريال. تمام. جزاك الله خير. أي استفسار تاني يا شباب؟ طيب تمام. نراكم على خير بإذن الله في اللقاء القادم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.